نعم أميرة، هذا هو اليوم السادس للعملية الانتخابية للأتراك المقيمين في الخارج بشقيها الرئاسي والتشريعي. إذا نظرنا إلى البيان الأخير الصادر عن الهيئة العليا للانتخابات والذي ذكر أن عدد الذين شاركوا في العملية الانتخابية حتى مساء الأمس ما يقرب من 698 ألفا من الأتراك المقيمين في الخارج، من ضمنهم 645 ألفا قاموا بالتصويت في المقرات الانتخابية المتواجدة بالسفارات والقنصليات التركية المتواجدة بأكثر من 70 دولة موزعة على نحو 156 نقطة، وصوت الأتراك المقيمين في الخارج بنحو 54 ألفا صوتوا في هذه العملية الانتخابية بالنقاط المتواجدة في الداخل التركي الموزعة على 46 نقطة انتخابية بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية. يجب الإشارة أن العملية الانتخابية تستمر في المقرات الانتخابية المتواجدة بالخارج التركي بالسفارات والقنصليات التركية حتى يوم 9 من هذا الشهر الجاري. أما بالنسبة للنقاط واللجان الانتخابية المنتشرة بالأراضي التركية فتستمر العملية الانتخابية بها حتى يوم 14 من الشهر الجاري، وتنتهي مع انتهاء العملية الانتخابية بشكل عام في الداخل التركي. وفقا لهذا البيان نجد أن عملية الانتخابات أو المشاركة في العملية الانتخابية من قبل الأتراك المقيمين في الخارج بنحو 20% ممن لهم حق التصويت في هذه الانتخابات، هذا وفقا للبيان الأخير الصادر حتى 9 من مساء الأمس، ممن لهم حق التصويت المسجلين في قوائم الأتراك المتواجدين في الخارج والبالغ عددهم نحو 3,416,000 ناخب. محمد مجدي مراسل ترتا عربي كنت معنا من مطار اسطنبول الدولي، شكرا جزيلا لك.